فرج وسيم مكناس نظمت جمعية النماء للتنمية والتكوين والتواصل يومين تحسيسيين لإفائدة عمال أوراش البناء وأرباب المقاولات التي تشتغل في هذا المجال. الهدف الأساسي من التكوين من هذا التكوين ولهذه اليومين التحسيسيين هو تحسيس العمال في هذه الأوراش هذو بمخاطر نتاع اللي كتنتج على هذا العمل هذه أو هذه المهنة هذه. الناس اللي ما كياخذوش الاحتياطات اللازمة ديالهم، اللي ما كيلبسوش يعني المستلزمات الوقاية واللي كتنتج عنها للأسف الشديد حوادث كتؤدي الوفاة في بعض الأحيان. وهاد الوفيات اللي شهدتها منطقة ويسلان خلال السنوات الماضية عدد كبير من الناس في هاد الأوراش يعني للأسف الشديد رحمهم الله بسبب واحد المجموعة نتاع يعني الحوادث. وفي هذا الصدد جاءت فكرة تنظيم هاد اليومين التحسيسيين واللي شاركوا فيه 40 شخص يعني تأطروا من طرف المسؤولين تاع شركة لافارج غولسيم في هذا المجال هذا تاع كيفية حماية الإنسان الشخصية والأساسية من الأخطار الناتجة عن هذا العمل. محمد نخدم في مواد البناء، عندي 17 سنة ديال تبنيت. المهم رحنا جينا هنا لافارج تندوزو ستاج، الله يجازيكم بخير، تعاملوا معنا هاد الناس مزيان ودابا تعاودوا لنا كيفاش نتعاملوا بعد المعامله ديال تبنيت، كيفاش شي طوارئ كيفاش نخدموا وهذه باش ما يوقعوش شي حوايج اللي هما خطر علينا حنايا. دابا حنا شي حوايج انا راه خدمتهم وشنا شي حوايج شي ناس كانوا خدامين معانا وطاحوا في السرير وهذه، ودابا جينا لهنايا باش هما تيعطيونا شي كلمات باش نستافدوا من هاد الحوايج هادو باش ما يوقعوش لينا شي مضار صحي لينا حنايا. وهادشي راه مزيان صحي لينا حنايا وشي حوايج شي ناس اللي هما غادي يضطروا يوقع لهم شي مشاكل ولا شي حاجه تيصلحوا الخطا من ديالهم، وهذا هو اللي كاين. حضرت على واحد الحادثه، كنت خدام في السابوطاج انايا، واحد السيد مسكين خدام دار خدام في كاشريدو على برا تيصوب داكشي ديال السراجم وهذا، دار السرير ديالو صافي خدم داك الكاشريدو الله غد ليه في الصباح مشى تيحيد الكوفراج، حيد الكوفراج مسكين صدق طاح من السرير وطاح في الارض، وحنا تصحابنا يا شي حاجه طاحت شي جوره ولا شي حاجه. سولنا على داك السيد قال لك راه داك السيد راه مات مسكين تما من السرير وتوفى. 20 سنة ديال المهنة، الحوادث اللي سفلي اللي سبق لي شفت هما واحد الرافعة ديال الرافعة اللي تطلع لنا السلعة، كنت شتها محملة بريطة ديال الوردي، كانت في واحد العمارة طالعة لواحد العمارة وخدامين في الأرض لتحت، هبطات من الفوق حتى لتحت على واحد السيد قتلاتو نيشة. الحادثة الثانية هي رافعة كروانيت، كان واحد السيد شيفور ديالها ما مبلاصيهاش مزيان، بلاصيها فوق التراب هبطات طاحت عليه. الحادثة الثالثة الله يحفظ لي شفت هي السيكوريتي ديال الاسانسور، ما كاينش داك الامن اللي ديال الاسانسور، طاح السيد من التروازيام من الفوق في الاسانسور هبط مشى لعند الله. الاستفادة اللي استفدت من عندكم هنا الله يجازيكم بخير هو وريتونا كيفاش الوقاية، كيفاش سبات سيكوريتي ديال الأمن، الخدر الكاسك اللي استفدوا، وريتونا كيفاش نحميو راسنا قبل الإنسان ما يبدا العمل يشوف شنو يمكن له يدير، شنو باش يمشي يبدا عادي يبدا يكون مأمن يكون محافظ على سلامته عادي يمكن له يبدا. الله يجازيكم بخير هادشي اللي استفدنا منكم. الكلمه اللي نوجهها للناس اللي تيخدموا معنا في الدومين هما يديروا الحمايه ديالهم باش يكون عندهم ان شاء الله يديروا حوادث، هما يلبسوا سبات سيكوريتي، يديروا الخوذه، يلبسوا الجيلي، يامنوا راسهم مزيان عاد يشرعوا ان شاء الله في العمل. المهنه ديالي بناء، كنمارس هذا البناء مده 34 سنه، وكانوا دازوا قدامي بزاف ديال الحوادث، حوادث مميتة وغريبة.
واليوم من بعد كنت داك الحوادث، واليوم جيت لواحد الامتحان اللي هو قدرت نستافد شي حاجه اكثر من اللي كنت كنتصورها مع عقلي انا وفي المهنه ديالي. واليوم راني استفدت واحد الحوايج كثار من عند هاد الناس هادو، منهم كيفاش تتعامل مع السرير، كيفاش تتعامل مع العمال ديالك، كيفاش تتعامل الانسان اللي جاي يخدم معك. خصك تعرف شنو هما المعدات اللي غادي تعطيه باش يمكن يشتغل معك. ما يمكنش لانه اذا تصاب واحد الاداء يعني حتى انا راك ثابت بداك الاداء. هو كنعطيه واحد المعدات باش يشتغل بها، ومن بعد تيشتغل بها وكيخرج سالم في العشيه، حتى انا كنكون فرحان. لانه علاش؟ لانه هذه كتسمى ترافاي فورسي. الا واحد الانسان الا كنخدم معك، انسان مسكين درويش عنده وليدات وجا وخدم معك في الصباح وتادى في العشيه، راه ماشي خدمه هذيك. وكننصح الناس اللي كيشتغلوا في هادشي ديال البناء، او كما كنقولوا حنا ترافاي فورسي، وفيها حاجات يعني اللي كتادي الانسان، كنصحهم يستعمل الملابس ديال العمل ويدير الصباط ديال الوقايه، يعني ربما طيح عليه شي حديده ولا شي حاجه، ومن بعد ان شاء الله وتمشي الامور لقدام، ويكون واحد يعني يدخل في الصباح ويخرج سالم لوليداته في العشيه. هذا اللي كنطلبوا من الناس اللي كيشتغلوا هذا. والسلام عليكم. طاهر ياسين، منشط الصحه والسلامه بمعمل لافارج ولسي مكناس. كما جرت العاده في هذه المناسبه، كان لنا لقاء تكويني مدته يومين لفائده اصحاب المقاولات ومسؤولي الاوراش بمدينه ويسلان، وكذلك اليوم الثاني كان مخصص للبنائين والحرفيين، وكان الهدف منه نقل خبرات لافارج والسيم في مجال الصحة والسلامة وتدريبهم في محور مهم في الأشغال المرتبطة بالبناء، وهو العمل بالأماكن المرتفعة. وكان أيضا مناسبة لشرح السلوكيات السبع الإجبارية وحثهم على ترسيخها في عملهم اليومي. وكتطبيق لهذا التكوين، قمنا بزيارة ميدانية لأحد الأوراش المهمة في المعمل، وهو مشروع كاريكامات، للوقوف على مجمل الامور التي تم التحدث عنها وطريقه تطبيقها على ارض الواقع. وفي الاخير التزم هؤلاء المكونون على تطبيق مبدا الصحه والسلامه في عملهم اليومي. ومن جهتنا التزم السيد المدير بمرافقتهم ومساعدتهم لانجاز هذه الخطوه المهمه.